دوري 11. طب ايش عشان؟ هذا المشكل اللي عندك والمعاناة اللي كتعاني منها. انا نسولك انا نسولك قلنا شنو هو المشكل اللي كتعاني منه؟ لا هو قول لنا داكشي اللي كتحسي به، شنو خاصك؟ عاودي لنا شنو المشكل اللي كتعاني منه؟ المشكل ديالي انني انا عندي كان عندي المرض ديالي ملي كان عندي عام، يعني المرض ما كان ملي كان عندي عام المرض كانت كلشي كتمو هزاني، هزتني من نهار نهار عقلت على راسي هي اللي كداويني هي اللي كدار بيا في الإدارات، ما خلات حتى شي حاجة ما دارتها على قبل، ما كنتش كنحس بالمرض ديالي كنت كيف ماما كتقول لي راه الحمد لله، كنت ديما تنقول الحمد لله على المرض. كنت مرضت بالسرطان، كنت درنا انا وياها كنت كنخرجت انا درت فيديو باش ملي كيعاونوني على حدا الدواء، ملي كملت عطاونا الناس باش نشراو ليا الدواء داك العام، ملي كملت ما جات كملت العام ماتت في 2019 شهر 11 نهار 7 كملت العام، خلات لي جوج فلوس صغار، واحد كيقرا واحد خرج من المدرسة، واحد خرجيت بلا خرج من المدرسة وتبلا بلا بلا داكشي، انا ما عنديش جهد ديال ما عرفت شي مهم ديال ما حبتش الدواء ما حبتش السكنه ما حبتش حتى شي حاجه، بغيت ندير معاهم شي حاجه ما عرفتش انا، حتى واحد ما كيحمل عليا حتى واحد ما فكر، كل خطره كيجي لي شي جهد عندي الناس تقول لي خصك تخرجي من هنايا حتى تتقدر حتى عندهم، قبل ما انا مشيت نكذب شي تخرجت نكذب راه ما عندي كي ندير، انا هي الدواء ديالي راه عندي الدواء ديالي غالي ما عندي كي ندير، بعض المرات كنخلي رجليتي يخرج من الدود تدودو ليا رجليتي يقيحها، نقول دبر راسي انا عمي بعدا من جهاد اخوتي معايا الحمد لله الظلام كنتفكر في امي بعدا، انا مقعني حتى شي حد كيحن عليا من غير جداتي اللي كتحن عليا بعدا، كل حتى واحد تقول لي انت كي منك على والدك من الزنقة جيبك من رباتك ما كانش كتولي بقات كتطلب الله لقيتك في الزنقة لقيتك امك ولا اختك وجيرتك العزيز ما مرة غير رباتني، واخا عرفت بان عندي ام اخرى ما كان ما كان انا عندي ام وحدة كانت تاخد واحد من نهار ما تحكيت عاد حسيت بالمرض عاد حسيت بالعذاب عاد حسيت بالقهرة كنبغي نشكي على بنادم تيكون صافي كنا نموت ليها، كنقول لهم راه ماشي قضية نموت ليها، انا ملي كانت فيها مي فيها با فيها خويا فيها كلشي فيها دنيتي كلها، راه كنقول لها حتى كنت ما تمسح ليا رجلي وتنقطعو مني وتحيد ليا الدود كبير بنيتي نتا رجليك راه كنصوروا ليا في قلبي وداكشي انت كتشوفو مع عينيك، انا راه عندي في قلبي ماتت ليا مي مشا ليها خوت مسكينة حتى كلمة وحدة ما سمعتهاش منها من الاخر الاخر، خوتي انا ما تبنى واحد خرج مني صدام خرج من البيت بلا وكيضرب يدين وداك عارف هاد الجيل هذا ما عرفتش من هنا دابا ما غاديين ولا ما ديري جدودي ما تيقول لي عام دابا باش ما كنقول انا ما كنقدرش كي عندي من وجهي ديك الساعه كنصور لي ديك تما العائله كتشجع عني ديك الساعه كنحكي لك كنت طلعت ما عرفتش شنو نقول لهم دابا عاد كنعرفها كندير عقل عقل خارج ما عرفتش شنو كندير نقص ليا الدنيا ما عرفتش شنو ندير ما لقيت على ما نحط راسي ونقول لي راني حاسه بشي ما نقدرش نشتي من جيرانا كامل تعيط من كل ما عرفت شنو بالنسبة للمرض اللي عندك الأجور ديالك مازال كتعالجي عليه؟ مازال كتعالجي على هذا المرض اللي عندك في رجلين؟ مازال كتعالجي على المرض اللي عندك في رجلين؟ من 2015 كنشرب غير الدواء وخرج ليا واحد الكيما اللي انتبيوتيك كتشافني شوف ليا شوية ولكن باش يبرا في خاطرها ما تيبانش يعني حتى اليد ديالك وريها حتى يدك شوف يدي حتى اليد تاهما تقريبا نفس المشكل ياك ديرها كاش اليد كنت باقا صغيرة ودرت كسيدة عليها القاضي ما حاولتيش تعرفي شنو السبب اللي خلى انه الارجل يبداو بحال هكا؟ قالوا لي عندك الكريات البيضاء كاين قالوا لي امي اللي كانت ولدتني كانت كتشرب عليا داك الشيء باش طيحني وداك الشيء جاني في الراس. هكذا؟
لا جبتك من تلعب فدرتي عام عدى بك هذه المرض هذا ماما قالت لي فين جبتك كنتي كتشم ديالك الضرب وكنتي مع شي حاجه قالت لي نهار كنتي كتعرفي بنتك كتحكي حكيتي رجلك فتحت لك رجلك انا كنتي كتحكي لكيش دابا انا حدي نحكي بدات تاكل من حد تفتح لي تفتح وفرج الدوده ديما ما عمرني ما ضرب عمرني ما ضرب كتشرب الدو داكشي الدو اللي كيكرمل دابا في دابا حاليا فين ساكنه انت حاليا فين كتستقري دابا فين ساكنه دابا انت عندنا ساكنه عندي من ساكنه عند خالتك فين اللي هزك دابا الا خرجتك بنت خالتك ما عندك فين تمشي لا ما كرهتش غير ما كرهتش غير بيتي لا دابا الا خرجتك بنت خالتك ما عندك فين تسكني كنتي كاين انت هي وجوج خوتك صافي ثلاث شهور الاولى كنت كنمشي للباك دابا مشي انا كنت كنمشي في المنطقه كنمشي باش هاد خوتي كانت هي من ديال كورونا داكشي ما كانش كيخلونا نخرجوا ما انا فاهم قلت لك كنجري في العيال ما تيخلوني بلا ماكلة كنمشي هما عند عائلتهم كنبقى جالسة في الدار هنايا ما كنلقى ما يهمني ما يكون بيا انا وخويا انا غير خويا واحد كان في الخيرية كان من كيضرب حدي ودخلوه الشارع واحد كان معايا هاد كنسمع اللي كان معايا هو اللي كيمشي كل ما هما كيسان كيعرفو ماما كيقول ما عرفتش ما عطوش شي غايب ولا داكشي كيجيبو ليا اما انا ما خدتش انا وشي تاع الناس اللي كيعرفو ما عرفتش دابا شنو كيقول لي واش حنا عارفين السكنه السكنه تاعك ما فابور بغيت انا كنخلف نسافر عليك معايا شنو كطلبي دابا شنو كطلبي من الناس دابا اللي كيشوفو كنطلب غير الدواء نطلب شي يكون يشوفوا لي الحا تعطيني غير الدواء انا الدواء كان كنبقى نتمكل بالليل ما كنلقاكي باش انا ما عاد كنرتاحش بالليل يمكن بقى قالت لي كامل كنحك ليا غير مش طبقه هو باش فيا كيبقى يحكوني انا ما كرهتش انايا عاد شي دواء يبقى ديما شي واحد يعطيني يدير لي شي دواء يبقى ديما يعطيني في الدواء ولكن الدواء وهادشي اللي كان تما بغيت غير الدواء وبغيت خويا يدير لي شي حاجه يدير دخل لي شي مركز ادمان ولا يدخل لي شي تكوين ولا شي حاجه خويا طالع ما عرفتش انايا ما لقانيش صحيحه كنلقاني كنخدم كتمشي غير للركابي ديالك شي غير الركابي ديالك الركابية مرجلي مرجلي هادو بقاو تما كتمشي على ركابيك ولا بحال هكا؟ 32 عام راه بديت معايا وخارج البيت كتمشي على كرسي متحرك؟ عندك كرسي متحرك؟ مساء الخير متابعي قناة شوف تي في في هذا المباشر من مدينة كما كتعرفوا عندنا واحد الحالة ديال واحد السيدة اللي كتبلغ من العمر 32 عام وتوفات الأم ديالها ما عندهمش الأب هذه البنت كتعاني من واحد المرض في الأرجل ديالها يعني تزادت به عندها معاناة يعني صعيبة باش الأم ديالك توفى وتخرج يعني عندك واحد الإعاقة جسدية وعندك جوج ديال الدراري مخليها لك أمك وما عندك لا خدمة ما عندك لا ردمة يعني حنا كنتمناو من المحسنين اللي كيشوفوا هذا الفيديو يحاولوا يساعدوا هذه البنت على الأقل باش تداوى لأن السيدة كتعاني يعني كيخرج بها الدود من رجليها اللي كتشرب غير واحد الانتي بيوتيك باش كيخفف الالم اللي كتحس به هاد السيدة عندها اخ ديالها مدمن على المخدرات هاد السيدة هادي ما عندهاش فين تسكن عندها غير واحد الناس من العائلة ديالهم هما اللي مسكنينها يعني غدا ولا بغدا تيجريو عليها غتشرب في الشارع عندها الصحة كنت عندها غير الصحة على الأقل غادي تخدم وغادي طوني راسها ولكن السيدة كيما شفتو الحالة ديال الرجلين ديالها يعني كتشفي يعني صعيبة هاد الحالة وكنتمنى يعني من الناس اللي كيشوفو هاد الفيديو يحاولوا يعطيوها يد المساعدة ويعاونوها على الأقل غير بالدواء على الأقل باش رجلها شوية تحسنو لأنها كتعاني واحد الإعاقة صعيبة كما كنلاحظو رجليها كيخرجو منهم الدود وريت رجليها
بريد رجل هادي اعتذر عن هذا المشهد هذا ولكن هذاك اعتذر على هذا المشهد كما كتلاحظوا مصدر الغال الله كيفاه 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 كيفاه